لو الحكاية فيها إن فيتو هو كل واحد ليه رأي مختلف طبعاً، بس أنا رأيي إن هو كده يعني أنا مش محترمة رأيه، لأن كل واحد عايز يعمل حاجة يعملها. مفيش حاجة اسمها اللي هو ننزل كلنا علشان نقلع الطرح ومش عارفة إيه، يعني مش مقتنعة باللي هو بيعمله خالص بصراحة. والله أنا شايفة إن الصحش العلاج الإجابة وقلع أصلاً، وإنت إزاي تفرض عليا توجهك أنت وتقولي انزلي اعملي؟ ما أنا لو عايزة أقلعه أنا هقلعه من غير ما أنزل في المظاهرات. هل المظاهرات دي أصلاً تجبر مين عشان يقلعه؟ هجبر أهلي مثلاً إن أنا أنزل يا جماعة أنا نازلة في المظاهرة عشان أقلع الحجاب؟ مش مقتنعة خالص، هي مش حاجة سياسية مالهاش أي علاقة بالمظاهرة. هتنزلي المظاهرة؟ لا مش هنزل. تقولي إيه اللي ناوي ينزل؟ أقول له يعني والله أنت مش لازم توري الناس انك عايز تنزل تقلع، يعني انت كبنت مش لازم توري الناس انا يا جماعه عايز انزل على حاجات نازله في المظاهره، ما تقلعيني سكات، اصل ده دينك بينك وبين ربنا ملوش علاقه بالناس. ارفضها طبعا، يعني ما لهاش فايده، يعني لما البنت تقلع حجاب عشان تنزل في مظاهره، طب ده يبقى رد فعل المجتمع ايه عليها؟ او ايه فايدتها ان هي تقلع اصلا حجاب في مظاهره زي دي؟ مش شايفه ان هي ورايك في الدعوه عموما مش حلوه خالص. دي طبعا دعوة غير مقبولة، ان احنا مش لازم ان احنا نقلع حجابنا عشان نعبر ان احنا ناس حرة، وان ده اختيارنا، لان الحجاب كان اختيار من الاول، ومش اي بنت محجبة لازم ان تقلع الحجاب عشان تقول ان انا حرة، يعني هي حرة بحجابها برضه، فمش لازم ان احنا نعمل الحكاية دي. انا بالنسبة لي لا طبعا مش موافقة، دي حاجة ما ينفعش، احنا عارفين في دولة اسلامية ايه اللي هما بيقولوه ده، المفروض ان اصلا هما تمنع ده كمان. ولو مش كده هي كل واحده حره، انت ليه تعمل مليونيه؟ انت مالك تتدخل ليه؟ ايه فايدتها؟ حتى لو قلعنا الحجاب يوم، طب وبعدين ايه لازمتها؟ مش لاقي لها اي حتى لو بيتهيألي اكتر من مليون بنت في مصر، مش معنى ان مليون بنت نزلت ان بقيت مصر موافقه، ان بقيت بناتها موافقه، ان بقيت بناتها يخلعوا الحجاب. اللي عايزه تخلع الحجاب هي اضرب نفسها تخلعه من غير اي مليونيه واي مظاهره واي حاجه. مش من حق اللي جت خلعت الحجاب تجبرني او تجبر غيري من محجبات او منتقبات انها تقلعه. اكيد حد مش محترم يعني اللي دعب كده، وما ينفعش احنا نخلع الحجاب لان دي حاجه ضد الاسلام يعني خلع الحجاب. طب وتقولي ايه البنات اللي هتنزل؟ ما ينفعش، انت كده بتبقي ضد دينك. بس انا بقولك في حاجات لا تستحق الرد، كل واحد طبعا وكل حاجه ليها حريه شخصيه وكل حاجه، بس ما ترغمنيش على الحاجه، ما تقوليش اقلعي الحجاب البسي الحجاب، كل واحد ليه حريته الشخصيه، بس ما تقوليش انت اقلعي الحجاب. كل الحاجات دي اصلا ما ينفعش الواحد يقول عليها، وما حد يقول البنات مثلا هتنزل هي حره، بس ما ترغميش. ما فين حريه؟ ما انتوا بتطلبوا الحريه وانتوا مش عارفين معناها، يعني انتوا المفروض بتطلبوا الحريه لكل واحد يعمل اللي هو عايزه، وانت بتحجري على رايي ان انا البسه ولا ما البسوش؟ انت مالك انت هتلبسه ولا ما البسوش؟ وهو اصلا يتكلم في موضوع زي كده ليه؟ يعني ما في كتير قوي كل واحد بقى يحب يعمل بروباجندا يجي حاجه في ثوابت الدين.